ليكم في حلقة جديدة ومميزة من حلقات برنامجنا نجوم التحدي. حلقتنا النهاردة مميزة لأنها بتتكلم عن نجم ولاعب كرة قدم مميز قدر أنه يبني اسمه، ده غير أخلاقه اللي الكل بيشهد بيها، وهو اللاعب مؤمن زكريا. مؤمن لاعب كرة قدم اتولد سنة 1988 في محافظة سوهاج. بدأ مشواره في الكورة مع الأهلي سنة 2004 لحد 2008، وبعدها انضم لنادي الإنتاج الحربي، وبعدين النادي المصري، ثم نادي إنبي، وانتقل بعدها لنادي الزمالك، انتقل بعدها للنادي الأهلي، وكانت الأمور ماشية تمام لحد ما راح للدوري السعودي في 2018. في يناير 2019 ابتدى يظهر عليه التعب، وانه ما بقاش قادر ان يقوم بالتدريبات بنفس قوته المعهودة، وللأسف الوضع كان كل فترة كل ما بيسوء. وخرج وقتها رئيس النادي السعودي وقال ان مؤمن زكريا بيعاني من مرض مخليه مش قادر يلعب كورة، وتم فسخ عهده وقتها ورجع للأهلي، وظهرت أعراض المرض أكتر وتأكدت إصابته بمرض خطير بعد ما ظهر في برنامج وكان وقتها مش قادر يتكلم بشكل سليم. إحساس مؤلم وصعب وصفة خاصة بعد ما كان إنسان بيلعب ويتحرك لمرة واحدة بقى عاجز عن الرياضة والحركة، وتصاب مؤمن بمرض التصلب الجانبي الدموري، وهو نفس المرض اللي اتصاب بيه ستيفن هوكينج أشهر عالم فيزياء في العالم. وزي ما هو معروف إن المرض ده نادر وبيصاب بيه شخص من كل مليونين، وهو مرض سريع الانتشار وبيأثر على الجسم كله بجميع حواسه حتى النطق. وطبعا الدعم النفسي مهم جدا في الوقت الصعب ده، زوجته كانت داعم ليه وما تخلتش عنه ولا لحظة، وعيلته وكمان النادي الأهلي ما تخلاش عن ابن النادي وتكفل بعلاجه من بداية مرضه، وتعهد بسداد كل مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده في قائمة الفريق من عدمه. لمن رغم كل ده مؤمن ساب سيرة جميلة ومثال طيب لكل اللي يعرفه واللي ما يعرفوش، وحقق إنجازات طول فترة لعب في وقت وجوده في النادي الزمالك. حصل على كاس مصر 2013 ومرة تانية في 2014، ومع النادي الأهلي حصل على كاس السوبر المصري سنة 2015 والدوري المصري لعام 2016 وكاس السوبر المصري 2017. مستنيينك يا مؤمن ترجع وللأقوى كمان. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، واستنونا في حلقة جديدة مع بطل جديد في برنامج نجوم التحدي معارضة على تلفزيون البوابة. انتظروني.